قناة الأستاذ نفوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية، كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. متابعين الأعزاء الذين يتابعون هذا اللقاء المفتوح عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، وتحديدا عن طريق صفحة المقهى الثقافي بتمارة كازانوفا، سعيد جدا للقائي بكم في هذا النشاط الثقافي الذي ينظمه المقهى، والذي يستضيف فيه أحد الأصوات الإبداعية التي بصمت عن مسار مشرق ومضيء، وكتبت اسمها في سجل الإبداع الأدبي من الماء إلى الماء. يتعلق الأمر بالكاتب والروائي كريم جويطي، وهو غني عن التعريف. وإذا أردت الاختصار سأقول بأنه دشنا مساره الإبداعي برواية ليل الشمس، والتي حاز بها جائزة الأدباء الشباب التي كان ينظمها اتحاد كتاب المغرب قيد حياته. من أعماله رحلة المر إلى الصفاء، زغاريد الموت، كتيبة الخراب، ثم رواية المغاربة التي تقبلها القارئ العربي بقبول حسن، وحازت إعجاب النقاد والقراء على حد سواء. المهم سأسعى أن أكون محبا للاختصار في هذا اللقاء حتى أفسح المجال لمبدعنا كريم جويطي كي يتحدث عن تجربته الإبداعية، وكي يتحدث أيضا عن شغفه بالتاريخ والتواشجات الموجودة بين الرواية وبين التاريخ. سي جويطي مرحبا بك، ونعتذر على ذلك الخطأ المقصود غير المقصود في الاستقبال، ومرحبا بك في مدينة تمارا تجاوزا، لأنها ليست مدينة، أنا أعدها فقط تجمع سكني، خصوصا في السنوات الأخيرة أصبحت مليئة بالإسمنت والسيارات وعوادمها، إلى درجة أن الحياة أصبحت صعبة في مثل هذا التجمع السكني. المأمول هو أن يكون هذا اللقاء يعني بسيط من الضوء ومن الأمل وسط هذا الجفاف الثقافي في هذه المدينة. مرحبا بك. شكرا سيدي. من أين سنبتدئ الحكاية؟ أظن أننا سنبتدئها من العلاقة ما بين الرواية والتاريخ، ومن هذا الشغف بالتاريخ. متى ابتدأ شغفك الإبداعي بالتاريخ؟ أولا شكرا لكم على حضوركم. تعرفون بأن الآن العالم كله تيخضع للسلطة ديال كرة القدم، وصادف هذا اللقاء مباراة الديربي بين الوداد والرجاء. أنا مثل معظمكم مغرم بكرة القدم، وكان دائما كنت ندخل باش نقلب على الوقت، لأنه لما اتفقت مع الإخوة في الجمعية
على أنا واللقاء 2006 كنت فرحت في المرة الأولى لما لقيت بأن الديربي غادي تلعب مع تونس، فقلت غادي كل وقت نكملوا اللقاء ويمكن نمشي نتفرج الديربي من بعد، ولكن الأربعاء ولا الخميس غادي يفتح البلاغ ديال تحويل الموعد ديال الديربي الخمسة ونص، وطبعا تأسفت أنه هذا اللقاء غادي يحرمنا جميعا اللي تابعوا الكرة أننا نشوفوا الديربي، ولو أن الكرة بلا جمهور ففقدت هذاك السحر ديالها، لأنه هذوك المقابلات الكبار كنا تنشوفوا فيهم اللعب، ولكن أيضا كنا تنستمتعوا باللوحات اللي كانت تدير لها الجمهور ديال الرجاء ولا الجمهور ديالها. إذا معذرة على أن إذا كان شي واحد باغي يشوف الماتش، وأنا ممتن له كثيرا أنه يفضل أنه يجي يستمع لي على أنه يشوف المقابلة ديال الكرة. أنا بغيت نشكركم أنكم حضرتوا، بغيت نشكر الإخوة اللي ربموا هذا اللقاء، نشكر السي يوسف اللي حرص على أنه يتصل بيا ويخرج هذا اللقاء، وكان من عادتي تقريبا من الشمس أنه أول لقاء تنديروا لشي كتاب إلى خرج عندي هو تنديروا اللقاء ديال بني ملال، ولكن نظرا للمشاكل في بني ملال ديال احتضان اللقاء فكان عندنا واحد المكان وعاود مكان آخر، فكان اللقاء ديال بني ملال غادي يكون يوم الأربعاء، وتأجل واحد السنة ما بقيتش التزمت بها هو أن أول لقاء حول هذا الجزء الأول ديال الرباعية طوال أيام الأربعاء غادي يكون في تمارا، غادي نبقى نذكر دائما أنه أول لقاء مع القراء ومع الكتاب والمثقفين حول هذا الجزء الأول غادي يكون في تمارا. إذا أنا سعيد بهذا اللقاء، وغتسمحوا لي أن نشكر السي سعيد اللي حضر معنا في هذا اللقاء، علاش؟ لأن أنا من اللي تأثروا بالعمل الكبير اللي دار السي سعيد في السرديات، ومن الأحلام ديالي أنني نكتب واحد رواية كبيرة أيضا، يمكن غادي نكتبها على البادية هي ثلاثية وتكون ضخمة، وغادي نستلهم واحد العمل قلبي وخصنا نحتفل به هو التنبيه لأهمية ديال السيارة العربية، سواء سيرة بنو ديازان ولا عنطران ولا حمزة البهلوان ولا ذات الهيمة إلى آخره. وأنا كنت نقرا دائما عندي واحد الكتاب قريب ليا بزاف ديالو، كان دار فيه واحد المقاطع من هاد السيارة، وطبعا احنا تنقولوا بأنه احنا حضارة ديال الشعر، ولكن أيضا رحنا حضارة ديال السرد، خصنا ما نغفلوش هذا الموضوع، وراه كتبنا مدونات سردية هائلة بأجزاء كثيرة خصنا غير، فسي سعيد من الناس الذين يفتحون الطرق. احنا في الثقافة العربية دائما في حاجة لمن يدلنا على الطريق، وأعتقد بأنه هذا الدور قام به، وأنا سعيد جدا أنه يحضر هذا اللقاء وأشكره على الحضور دياله. هذا الموضوع ديال رواية والتاريخ بعجالة لأنه يمكن تحدد فيه بزاف، أنا دائما تنقول بأنه ما خصناش نشغلوا راسنا بزاف بهذا الموضوع ديال رواية والتاريخ، علاش؟ محكوم على الرواية في تاريخ من دون كيشوت أنها تاخذ لها موضوع بشكل أو بآخر تولي تاريخي، حتى اليومي تعرفوا بأنه من الرواية ديال جوس دخل اليومي الرواية العالمية، أي اليومي ولا واحد الموضوع، كان في الرواية السابقة البطل دخل خرج، ولكن المصلح اليومي الغير مخترق حتى شي بعد تاريخي أن يصبح موضوع ديال الرواية
المحاولة العظيمة والمكتملة لهذه المسألة هي إليس ديال جونز. هذا اليوم كواحد التجلي اللي تتجلى فيه التاريخ، هذه هي الإضافة ديال الرواية، أي أنه الرواية يمكن تمشي الموضوعات التاريخية وتتفشل فيها. راه ما عمر ما تكتبت رواية عظيمة وهي تتاخذ شخصية تاريخية، حتى أن بعض الفلاسفة يعتبروا بأنه الروائيين اللي تكتبوا على شخصية تاريخية واللي تكتبوا على موضوع تاريخية هذه رواية ديال سكوند دوغري، رواية ديال درجة تانية، ماشي رواية اللي الأساس فيها هو التخيل. واخا حنا الآن في العالم العربي مغرمين بهذه الرواية، لكن راه مثلا خرجت في فرنسا رواية تتسلم 800 صفحة سانت أوغستان وفيها واحد العمل عظيم، ولكن دازت ما بيرسي كنت كتبات في العالم العربي بهذيك الطريقة باش تكتبات ولا شي، كلها كان حدث. حنا تنقلبوا على التاريخ في الرواية، ماشي الروائيين اللي تيكتبوا الرواية التاريخية، لا، لأنه حنا في واحد المأزق، مأزق تاريخي، وطبعا هذا المأزق تعمق من الهزيمة ديال 67 وتدمير بعض الدول، تدمير العراق، المدن اللي كانت بؤر ديال الحداثة في العالم العربي اللي هي بيروت، القاهرة، دمشق، بغداد، شفتوا المآل ديالها، سيطرات عليها الأصولية، تم التدمير ديالها إلى آخره. حنا في واحد المأزق، اللي تنبغيو نقراو نبقاو، لذلك غتلاحظوا بأنه الرواية بصفة عامة اللي فيها التاريخ تيكون عندها واحد التلقي، ولكن راه الرواية محكومة بالتاريخ. باش نرجع للفكرة الأولى، حتى ملي تنكتب حياتي اليومية، راه في نهاية المطاف المؤرخ يمكن يستافد من النصوص ديال بالزاك وهذا، تتعرفوا بأنه ماركس قال بأنه من خلال لا كوميدي إيمان ديال بالزاك سنتحاك ليه الفكرة ديال الطبقات. الرواية دائما فيها الوعد، ووالتر بنيامين هو تتحدث على بروست، وأنا تدعوكم تقرأوا ما كتب والتر بنيامين على بروست. قال بأنه هذا الإنسان المريض الموسوس اللي ما عندوش حياة اجتماعية واللي تيغلق عليه كذا، هو اللي استطاع هو تيحكي ذكريات ويحكي أشياء لا أهمية لها كذا، هو اللي استطاع يلتقط روح العصر ديال أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. تيقول لك روح العصر لم يجسدها لا زولا اللي كتب جيرمينها، لا أناطول فرنسا، ولا الروائيين كلهم، جسدها الإنسان اللي الوهلة الأولى كتب نصا ما عنده حتى علاقة مع التاريخ. تيقول لك روح العصر، روح العصر اكتملت في ألا روشيرش دي بومبيري. قدر الرواية حتى وهي تتحكي الهلوسات وتتحكي الحياة الداخلية أنه هذا الشيء راه تلتقط التاريخ وتيصلح يمكن تعاملوا معها في لحظات من اللحظات كوثيقة تاريخية. لذلك العروي تيقول بأنه الرواية في نظره العظيمة هي اللي تلتقط العقدة ديال شعب معين، وتعتبر هو بأنه كاين ثلاثة نصوص مهمة جدا في العالم العربي، هي موسم الهجرة للشمال وأديب وديال يحيى حقي قيد ديال المهاجم. علاش؟ لأنه هو فعل. أنا عندي واحد الكتاب ضخم على العروي، ومن بين الحوايج اللي تنفتح معاه واحد النقاش تصور الرواية، لأنه هذا التصور هيجيلي، ولكن كاين تصورات أخرى، أي أنه الرواية يمكن تلتقط روح ديال التاريخ. هذا يمكن موضوع إلى بغيت نهضر فيه، واش ممكن رواية تلتقط روح ديال التاريخ مرحلة معينة. طبعا إلى حضرنا الرواية في أمريكا اللاتينية، الرواية في أمريكا اللاتينية لعبت واحد دور سياسي ما لعبتوش بعض الأحزاب الكبيرة في أمريكا اللاتينية. هذا فضح الديكتاتورية وعطي
ولا انه جسدها حتى لدرجة انه تبلور واحد الموقف عالمي تجاهها. راه من الروابط اسبوع السيبرال السيد الرئيس ديال اسبانيا سبحانه في الطريق وحفل التيس والروايات اللي كتبوا لكم ديال روايه الدكتاتور لعبت واحد الدور كبير في التطور ديال الحياه السياسيه. لذلك انا تصور الكتابه التاريخيه الكتابه الروائيه في علاقتها مع التاريخ هو تصور سبق عبر عليه اخوان دويتي صوتي يقول لك في المجتمعات اللي متخلفه وعندها اشكال ديال تحقق الديمقراطيه وعندها التفاوتات المجانيه والتفاوتات الطبقيه وعندها واحد الفئه تتستغطر بواحد الخيرات وتتكون واحد الفئه عريضه وكذا ما يمكنش يكون الكاتب او الشاعر او الكاتب المسرحي يكون عنده طرف اي انه ما يعتبرش عنده واحد المسؤوليه تجاه هذا المجتمع. فهو تيقول ولكن انا حسان ترجمنا النص اللي فيه الفكره حسان بورقي امبراطوريه ريما تيقول بانه الكاتب في هذه المجتمعات عنده واحد دوبل انكاجمون واحد التزام مزدوج الى الله واحد التزام تجاه شجره الادب اي الادب اللي هو تيكتب فيه لانه راه ماشي تيخلق الشجره هو واحد الورقه ولا واحد الغصن غادي الروائيين الكبار العالميين راه تيخلقوا غصن وكاين اللي تيزيد طمره في ذاك الغصن كاين اللي تيزيد ورقه ولكن الجده راه شكل واحد المسار كبير ديال الروايه اللي استمر القرون. فهاد دوبل انكاجمون اي انه مسؤول باش يعطي ادب جيد وادب رفيع داخل الادب ولكن مسؤول ايضا يعطي ادب يقدم خدمه اجتماعيه يقدم خدمه اجتماعيه. شنو هي الخدمه اللي يمكن يقدمها الادب؟ هو انه في ثقافه تبنى على الاجماعات احيانا تدخل مصطنعه وتبنى على الحقائق وعلى الاساطير الى اخره. كل جماعات الانسانيه عندها اساطير مؤسسه حول نفسها وعندها تتحاول تبني اجماعات الى اخره. الادب الحقيقي والروايه الحقيقيه هو انها تكون حارسه لعدم الركون لهذيك الاشياء وتبدا تلغمها وتسخر منها وتنسبها وتضحك منها وتطرح الاسئله حولها. هذه هي الوظيفه الحقيقيه ديال الادب. انا شخصيا اللي فتناقش معايا كثير من مواقفي ما كايناش في الروايه. أنا ربما سياسيا محافظ ولكن حين أكتب أصبح شخصا آخر. بزاف تيقولوا لي هذه القضية تنقول لهم لأنه تنخضع لمنطقة الأدب. كاين أشياء مثلا في المغاربة هاجمتها وأنا تنآمن بها ولكن هاجمتها بواحد العنف كأنني تنهاجم قناعة من القناعات ديالي. هذاك حين أكتب هذه واحد الصرامة مع نفسي مثلا تنقول بانه شيء قناعتي انا شيء اخر ولكن في منطق ديال دابا في هذه الروايه. هذا الجزء الاول تتعرفوا لما تبغي تكتب مطوله فيها واحد الحاله 2000 صفحه هذه راه غير جزء منها. واحد دابا باقي واحد 16 نصف كان عندي نكتب نص اللي يقرا لواحد مكتفي بذاته ولكن نبني المسارات السرديه اللي غادي نفتحها. مثلا هذا قصر الناعم اللي ظهر فيه واحد النبي غادي يكون في الجزء الرابع شنو غادي يوقع شنو غادي يلقاو في ذاك البرج الخلفي غادي يوقع في الجزء الثاني هذاك العم ديالو اللي اختطفوا واحد النصراني غادي توقع في الجزء. فهاد المساله جعلت ان نقول واحد الفكره انه بعد تيعتقد مثلا كاين في الروايه الفقير المصري راه في الجزء الاول راه ماشي هذاك هو موقفي انا من الفقير غير لانه هذوك الطوار ما يمكنش يدخلوا الحلبه ديال السرد في الجزء الاول كاملين. راه يلاه هضرتي زنيتي والقايد ماشي قال كل شيء وهذاك الاستاذ راه باقي الاخرين كلهم غادي يجيب بمعنى انه
كيما واحد يعتبر بانه اللي ورطوا في هذه المساله هو الفقيه، كاينين اللي في الروايه غادي تقراو في بزاف اخرى تعتبروا بان الفقيه هو اعظم واحد عطات المقاومه، وانه لو كذا هادشي اللي تلقاو في انه ماشي انا ماشي بغيت ندري في شي حقيقه ماشي اللي تكتب، راه كاينين الشهادات والناس اللي شاركوا وكذا وكذا، ماشي هذه الوظيفه ديال الروايه في التاريخ. الوظيفه هو ان تجعلنا نعاودوا نفكروا في هذا الموضوع ديال واحد الناس واحد الوقت يهزوا السلاح ويبغيو يغيروا، هذه هي الفكره، لانه هذا الشيء تطرح ما سمي بالربع العربي، ممكن عاودي تطرح حتى مجتمع ما بمنأى على هذا احيانا لا ديريج لا فيولونس الناس يمشيو ولا فهي مجموعه ديال الاسئله. لا نكتب التاريخ باش نضيفوا شي حقيقه للحقائق ديال اللي تيبحثوا عليها المؤرخين، لا نكتب التاريخ لنعطي واحد الفيرسيون واحد الصيغه اللي ما تلقى حتى عند شي مؤرخ، لانه الروايه تتملك عندها الادوات من سيرفونتيس، عندها المفارقه، عندها السخريه، عندها انها تنتصر للناس اللي كانوا ساكتين، عندها حتى دوك الناس اللي تتوهموا بانهم انتصروا انها تمشي تقلب الداخل ديالهم وتعرف بان النصر سيء، وان النصر احيانا تيكون كارثي اكثر من الهزيمه، وان الهزيمه مفتوحه ولكن النصر مغلق. كل هذه الاشياء تتقدمها الروايه للتاريخ. لذلك الان في العالم راه نفس المرتبه اللي عند المؤرخين هي اللي عند الروائيين، وتنحتاجهم دابا. روسيا الحديث على تحديد في روسيا، الحديث على هذاك الكتاب ديال العلوي من بين المراجع الكبيره عند العلوي هو المانيا وروسيا، هو دائما يصرح بها ولا ما، لانه هما اللي عاشوا تخلف تاريخي بحالنا ازاء اوروبا. ولكن ملي راه المكتوبه اللي تكتبوا على في روسيا وداخل روسيا على هذه المساله تبقى بانهم تيستشهدوا بديستوفسكين اكثر مما تيستشهدوا بالسياسيين ديال هذيك الفتره، ديال الفتره واش نكونوا بحال اوروبا ولا السلافيا، هذيك الخيارات اللي مطروحه على باقي مطروحه على ابناء الان. انا ما كنبغيش الكلام ديالك كلام ممتع ومفيد ما عرفتش واش ممتع لا ممتع. شوف علامات الجودة مضمونة والمتعة كاينة والإفادة كاينة، غير واش حتى هو بغينا نعرجوا على أكبر عدد ممكن من النقاط اللي بغينا نتكلموا عليها في هذا اللقاء، ومن بينها مثلا ما قمت به في عمل المغاربة. المغاربة أصلا نقول لكم صراحة غير الانطباع ديالي من كنشوف روايه اسمها المغاربه بالتعريف، يعني هذه واحد الجرأه كبيره على اقتحام واحد الموضوع ديال المغاربه وعبر التاريخ، وهذا عمل جريء وعمل يتطلب واحد الجهد كبير، جهد تاريخي كبير، وهو ما اكدته من خلال الاخراج ديال هذيك الثلاثيه ديال التاريخ تاتلا. هذيك غير ملي كملت المغاربه لقيت بانه ولا عندي فكره كبيره على الصوت ملي دابا باش نكتب المغاربه هذا يمكن تسولوا السي عبد الغني ديال دار الامان، كنت كل ما تجمعوا لي الفلوس 40,000 ولا 50,000 ولا 30,000 تنجي تدي كارتونه ديال تاريخ المغرب، فمن زيرو كاكوبينو وكذا الى اخره. كان عندي واحد الفكره نكتب واحد النص على المغاربه، علاش؟ واحد المره نوري الجراح جاب لي واحد الموسوعه المغرب في حلي المغرب ابن سعيد المغربي، هذا في العصر الوحيد عنده واحد الفصل في هذيك الموسوعه تيهضر فيه ما معنى يكون واحد مغربي، وانا درت واحد الاستشهاد منه وقيل الحسد مغربي، تعتبروا بانه من الصفات ديال المغربي الحسد. طبعا هذه القضيه ديال هذه الصفات وداك الشيء واش كاينه واحد الهويه قاره ولا، انا تنامن بان الهويه ديال الشعوب كلها هي واحد الصيروره
واحد الصيرورة نتيجة العلاقة مع المجال والعلاقة مع الجوار والتأثيرات إلى خيره وهذا وهذا. فبديت نقرأ تاريخ المرأة، وأنا بالنسبة لي أن كتابة الرواية واحد العمل جدي. ملي كتبت ليل الشمس غتلاحظوا بأنه تنكتب رواية بين 5 سنين 6 سنين 7 سنين، بل المغارب راه كتيبة الخراب كنت كتبتها في 67 2006 وبقات في ديك اللائحة الطويلة ديال بوكر. وكانت تعرفوا هاد القضية ديال واحد بالنسبة عايش في النيبلاد وهذا، وديك الساعة الجائزة عندها واحد الصيف كان ممكن كما داروا بزاف داروا بزاف عام تيخرجوا رواية أخرى ولا عامين. أنا هاد القضية أنا نقولها لكم زعما ما عندي نهائيا، خا نتوقف على الكتابة إلا ما عندي شي حاجة حس بأنه نضيفها. أولا الأدب المغربي، وأنا أكتب للمغاربة، أكتب بالأساس الرواية ديالي أنا مكتوبة للمغاربة. لا نقول لكم في المغاربة ناشر حاول معايا ويمكن تسولوه لما تنستعمل شي حاجه مغربيه تيقولوا لي تيقول لي نديروا ليها واحد الهامش الحاله نديروا ليها احاله، تنقول لي ابدا لانه انا النص كتبوا للمغاربه مزيان يقراوني الى ممكن يقراوني، ولكن بالاساس انا اكتب للمغاربه. انا بالنسبه لي ادبي ادب وطني، تكتب للمغاربه بهواجس المغاربه وكذا. حتى من وراء هاد الرواية غادي نكتب رواية على علاقتنا مع الجزائر خلال واحد الحكاية، وسأكتبها لخدمة الأمور الوطنية. أنا هذا هو. فبديت تنقرأ طبعا تنقرأ حتى لدابا، ودابا يمكن عندي واحد المعرفة زعما لا يستهان بها بالتاريخ المغربي، تنعرفو بالتواريخ وبكذا إلى آخره، لأنه مباشرة مورا المغاربة كتبت تاريخ بلاد تدلى في 3 أجزاء وحررته في مدة ديال 6 شهور ولا 7 شهور. بزاف ديال الناس تيقولوا لي كيفاش، لأنه المادة كانت عندي كل شيء في راسي، وعندي واحد القضية هو الذاكرة تنعقل. مثلا بقى عقل على واحد التاريخ يقول لك بأنه مثلا مولاي إسماعيل راه دار هذه القضية في هذا التاريخ ولا هذا ولا كذا ولا هذا ولا هذا. لما تنقرا تاريخ المغرب تتفاجأ مثلا بعض الاشياء ما درتهاش. نحكي لكم مع وحده، نعطيكم غير مثال لانه ما بغيتش نمشي في ذاك الفولكلور ويعتقد الواحد باس. واحد القاضي اسمه القاضي الحميدي، عيط عليه يعقوب المنصور في مراكش، عيط عليه يجي من فاس، وهو غادي في الشاويه غادي يلقى شي قبيله غادي يبيع مسلسلينها دايرين لهم واحد المرأة فيها الطلق، أي بغات تولد، هو تيهضر معاها تيقول لها ولدي خليو السيدة تولد، قال ليه، فخلاوها ولدات وهما مسلسلينها، هو تألم بزاف هذاك القاضي. ملي وصلوا استقبلوا أحمد المنصور، قال له ويقول له رانا كنت جاي في الطريق وراه شفت واحد المنظر خصني نحكيه عليه، قال له تفضل. قال له راه لقيت جايبين هذا مسلسل وهذا واحد المراه فيها واحد المشهد منصور دار ومشى مابقاش هضر معاه، خلاه شي 10 أيام ولا شي حاجه، شي واحد الوقت طويل من بعد وي قال له ملي كنتي جاي من فاس عرض لك شي واحد؟ قال له لا ما تعرفش حتى شي واحد. قال له إذا نعرف بأن هاد المغاربة راه بحال شي ماريستان، راه ما يمكن الواحد يضبطهم إلا بهذيك الأغلال والكلود. كان واحد الوقت تنقول مثلا ندير هذه القضية، ما مشيتش في هذه المسألة، مشيت في الأمور اللي أنا تنحس. كان عندي واحد النقاش مع واحد السيد مصري، قال لي علاش درتي هذاك الشيء ديال التاريخ؟ انا قلت له تنسمي الروايه المغاربه، الا كان المغاربه واش غادي نتحدث فيها على نفسي؟ خص المغاربه يتحدثوا. قلت له انا بغيتها يكون محفل ديال الاصوات يتحدثوا فيه المغاربه. وقلت له الا لاحظتي واحد القضيه، ما كاينش شي نص جدو تاريخي
وما كاينش في المحكي، ما كاينش شي حاجه ما. اعطيكم نتوما اللي عاقل على المغاربه، انا تنقول بانه المغرب فيه التكرار ديال الاحداث، كاين التكرار. غتلاحظوا بان الروايه كلها مبنيه على حدث يتكرر جوج مرات. داك العسكري فاش بغى يطاح الصوت، هذاك الصوت واش جا من داخل ولا من كذا، ديك التجربه ديال الحب، الصوت هذاك اللي ادعى بانه عنده الكرامات وداك الشيء، فين غادي يمشي له؟ المقبره ديك الشيخه فين غتمشي له؟ كاع الاحداث اللي درت في المغاربه درتهم تيكونوا في الاول وتيتعاودوا بصيغه اخرى. كاين اللي انتبه لهذه القضيه، كاين اللي ما انتبهش. باش نقول بانه لا شيء ينتصر في هذا البلد اكثر من الماضي، دائما ينتصر الماضي. في كل ما كنا في شي مرحله تاريخيه اننا وكلنا، راه ماشي غير تقولوا السلطه ولا كذا، كلنا كنا نهضر على نفسي باش ما نقولش كلنا، هذا تنميلوا للتفاوض مع الماضي باش يبقى. تنحسوا بانه الا دخلنا في شي حاجه جديده تماما غادي نوليو ايتام، غادي نضيعوا، نخافوا من الجديد. لذلك لاحظوا تدخل البشائر ديال شي تحول وكذا وكذا، سرعان داك البشائر تتبدا تصغر 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 تصغر، تتلقاو بانه هذاك التحول هو تكرار حرفي للماضي. ويمكن نقول لكم هذا راه تاريخ المغرب كله، راه زعما هذه القضيه مستمره. هذه يمكن تكون سلبيه، فيها حتما بعض الايجابيات، هذه الايجابيات اللي جعلت ان هذا البلد في محطه تاريخيه اللي كان ممكن يتمزق وينهار وكذا الى اخره، تيبقى واقف على رجله. علاش؟ لان المغاربه عندهم هذه النزعه المحافظه، راه ماشي دائما سلبيه، وماشي ذاك التسويف ديالنا دائما تيكون سلبي. حنا كنا احيانا تنغضبوا علاش واحد الحاجه ما تنحسبوش فيها، من بعد تيبان لنا بان ذاك التسويف ديالنا كان هو عين العقل، بل كان عبقريه. ويمكن اللي بغى يتاكد من هذه القضيه يرجع لخواطر الصباح ديال العروي، بعض الاشياء اللي انتقدها في الجزء الاول والجزء الثاني بدا يشيد بها في التدبير ديال الملف ديال الصحراء، فبدا يشيد بها في الجزء الثالث والجزء الرابع. وتيقولها في بعض، تيقول انه حتى الاشياء اللي بمعنى انه هاد المساله ديال كوننا مجتمع تقليدي محافظ الى اخره، يمكن الروايه عندها هاد القدره، يمكن انها هي القادره الى جانب السوسيولوجيا انها يمكن توري لنا وجهنا في المراه. على ذكر، ذكرتي قبيله الكوميديا الانسانيه بالزاك، وهي تقريبا طموح بالزاك، كان هو كتابة كوميديا إنسانية يرصد فيها السلوكات والأمزجة والطباع للمجتمع الفرنسي، يعني جرد شامل للمجتمع الفرنسي من الناحية السيكولوجية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية المالية. وللمعلومة فبالزاك كان أحد الخبراء في مجال المال والأعمال، ولكنه كان مقاولا فاشلا، الدليل على أنه كان ديما مطاردا من طرف الدائنين، وأنه انتهى نهاية مأساوية. لكن عنده نص هو كيفاش تلاعب دوك اللي مسلفينك وما عمرك ما تعطيك شي حاجة، هذا من النصوص اللي خص تقراها كاملة. لا انا ذكرت بالزاك علاش؟ لانه بنى كوميديا الانسانيه على نواه مركزيه، بحال شي مفاعل نووي، عنده المفاعل النووي واحد ثلاثه ديال الروايات التي هي اللي كتتولد الشخوص الاخرى اللي كاينين في الروايات الاخرى، وكاين شي شخوص كيتكرروا. مثلا يقولون بان هذه النواه المركزيه مكونة من رواية لوكان غوريو، ومن رواية الإليزيون بيردو، الأوهام الضائعة. وبالمناسبة هذه الأوهام الضائعة راه خرجت على شكل فيلم، تم إخراجها سينمائيا، والفيلم خرج في 20 أكتوبر الحالي، وهو كيصور هذيك الثلاثية ديال الأوهام
الضائع. ياك متى انت بغيت دير لنا بحال بارزان؟ لا شوف نقول لك واحد القضيه، احنا مصادر ديال الروايه، انا الا كان مثلا امام شبان بغى يكتبوا، النصيحه اللي ننصحو ما يضيعوش الوقت بزاف مع الروايه الفرنسيه. غادي تقول لي علاش؟ غادي نقول لك الروايه الفرنسيه بارزان وغير بارزان، جي حتى لسيمين، انا في اعتقادي بانه الروايه العظيمه الفرنسيه انتهت مع سيمين. يمكن هذا في نظري انه عقود هذه ما تكتبت حتى روايه مزيانه في فرنسا. الروايه الفرنسيه هي روايه المدينه بحال الروايه ديال الانجليز، هي روايه المدن، روايه ديال المدينه حقيقه. كلهم هي روايه ديال المدينه. واحد خصو يقرا بلودان غير رجل، خصوصا ليدونتيتي ديال فرنسا، وغادي يفهم بان حتى توكفيل، لان توكفيل على الثوره الفرنسيه تيبين هذه القضيه ديال سلطه المدن، تيبينها على الباديه، تيفسر بها هذاك دوك لي بريميس ديال الثوره الفرنسيه. حنا ما عمرنا عندنا مدينه العالم العربي، حتى المدن اللي كانت هشه ومهدده وسرعان ما يتم تريفها، اما تريفها بالنازحين اليها، اما تريفها مخطط البدوانه ديالها، لان وهذا الشيء وقع لبغداد ووقع ل حنا ممكن نستلهموا روايه مهمه على هذه الوضعيه من امريكا اللاتينيه. المرجعيه ديال اننا نستلهموا الروايه الفرنسيه وكذا في نظري انا ما تعطي حتى حاجه، لان ما عندناش المدن كما العلوي. انا ديما تنصح العلوي تيقول واش صح استراغنا في الدار البيضاء هي مثلا صح كونكورد ولا شي حاجه، لانه مفهوم الساحه هو مفهوم الصدفه واللقاء، والروايه دائما تتبدا بصدفه معينه وتتعطينا واحد الامكانيات هائله ديال اننا نبنيو هاد المطولات اللي فيها 20 روايه ولا شو، لان المدينه فيها ديسفات، فيها شوارع، فيها كذا، فيها دوائر اجتماعيه، هادو المضاربين العقاريين، هادو كذا كذا كذا. حنا عندنا واحد السؤال كبير، واش عندنا مدينه حقيقيه؟ طبعا ما كاينش مدينه بهذا المفهوم المثالي، ما كايناش، ولكن مدينه اللي فيها القيم ديال المدينه. شنو هي قيم المدينه؟ الى رجعنا للوغوف، قيم المدينه هو تنتقلوا من القيمه الاستعماليه للقيمه التبادليه، من لا فالور ديزاج لا فالور ديشونج، تنتقلوا من زمن الفلاح لزمن التاجر، تنتقلوا من العلاقات ديال القرابه القبليه للفردانيه. هي قلتي يقول على الروايه هي شعريه القلب ونثريه العلاقات الاجتماعيه، ما بقاش الانسان يتعرف على نفسه في شي جماعه معينه. المدينه ايضا، المدينه هي لا شوزيفيكاسيون، هو التشييع، هو الاشياء كلها عندها القيمه ديالها. هذا الشيء واش عندنا؟ ما عندناش، حنا حتى السياسه باقيه تدار بمنطق قبلي، حنا باقيين تنبعثوا على، فمثلا ما عندناش قيم ديال المدينه، لذلك ما عندناش حداثه حقيقيه، بدليل ان حنا واش خرجنا من زمن الشعر؟ كثير الروايات اللي تعتبر روايات عظيمه في العالم العربي هي روايات مليئه بالغنائيه، روايات ديال ما قبل الروايه، لذلك تتفشل لما تترجم. حنا ما تتقرا بزاف ديال الفقرات ماشي روايه، لانه هذيك في الغرب راه عندهم في تاريخ اوروبا هذيك الروايه راه تكتبات وما عطات والو، لذلك لما تنترجموا لهم تجيهم بانه كاننا تنردوهم لواحد المرحله. لذلك حنا لو استفدنا من شنو وقع في امريكا اللاتينيه، مجتمعات غتعيش القهر السياسي، وهذاك القهر السياسي غادي يطرح هذا السؤال الكبير ديال الهويه. وكاين واحد الكتاب عظيم ديال اوكتافيو باز على انا تنتمنى هذاك الكتاب هذاك يترجم متاهه العزله. دابا في امريكا اللاتينيه بحالنا
كاين واحد لو فور اوتوكتون هي هي هذاك زون هيدي هيدي كذا كاين هذاك المستعمر كاين المستعمر كاين اليانكي هادشي كله تلقاو في 100 سنه من العز كاين اليانكي اوف ترى النصره ديال كارلوس فونتاس تلقى واحد ثلاثه واحد اربعه لي فاسات ديال لي دونتيتي تتصارعوا وفي المكسيك كاين المكسيكين هذوك سميتهم فوندر شولوس 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 وكاين هذوك الامريكيين المهاجرين كيتسمي راه مؤخرا واحد الروائي سميته ادواردو غاليانو لا ادواردو انطونيو بارا راه ترجم له الصديق ديالك بالمناسبه احمد لويزي ترجم له مجموعه قصصيه في منتهى الروعه تسمى نهايه نكمل هذه نكمل لما تقرا الروايه في امريكا اللاتينيه نعطيكم روايه ما نعرف غادي يكون بعض منكم قراها هي ابطال وقبور ديال ارنستو ساباتو هي في الدور في بونيس ايرس ولكن بالاشكاليات ديالنا حنا ماشي الاشكاليات ديال الغربيين الغربيين صافي حسموا بزاف ديال الحوايج ولكن حنا هاد الانبعاث ديال الماضي والماضي تيبقى عايش معنا في الحاضر بل ان احيانا هو الذي تيقودنا للمستقبل باش نعاودوا نرجعوا ليه هذه اشكاليه ديال لذلك غتلاحظوا يمكن نقول انا بانه اللي تيكتبوا روايه مختلفه في العالم العربي تتلقى عندهم مرجعيه اما يابانيه صينيه روسيه وجزء منها المانيه لانه حتى الروايه الالمانيه مسكونه بالتاريخ الا شفتوا مثلا الالمان تقول لهم شنو اعظم الروائيين عندكم في القرن العشرين غادي يقول لك ميزل نوصل كاليتي توماس مان غادي يقول لك هيرمان بروخ لامور دو فيرجيل ولي سومبيل وغونتر غراس غونتر غراس ولكن هادو كلهم الى تتلقى كاع الاشكاليات اللي عالجت الفلسفه الالمانيه تتلقاهم في الروايه الروايه ديال الفكر بمعنى انه الروايه اللي تتشارك في النقاش العمومي ففي بلدان بحال المغرب اللي ما بقاش فيها النقاش العمومي ما بقاش واش كاين شي نقاش عمومي دابا حول شي حاجه ما بقاش خاص الادب يدفعنا نمشيو للنقاش العمومي انا في اعتقادي هذه اعظم خدمه يقدمها الادب دابا هو انه يستلهم من التجارب ديال الدول اللي عندها الاشكالات التاريخيه قريبه لنا ويساهم فاز لذلك لما كانت تخرج روايه ديال مثلا في امريكا اللاتينيه كان تيكون حدث راه 100 سنه من عزلان باعت 200,000 نسخه في بونيس ايرس في اسبوع 200,000 فاز في المكسيك انا ما مشيتش للمكسيك ولكن تيعاودوا لي الاصدقاء اللي مشاو راه قال لك في الشوارع ديال المكسيك تتمشي من مكتبه لمكتبه لذلك تتلقاو الكتاب ديال امريكا اللاتينيه الكبار كلهم في مكسيكو كلهم عاشوا ولا عندهم دار في مكسيكو ادواردو سميتو هذاك شيلي بولانيو روبرتو بولانيو كان عايش في مكسيكو هذه القضيه ديال المدن انا ادعوكم قرا واحد الكاتب عظيم هو كابريرا الفوضي هذا عنده جوج عنده بزاف ديال النصوص ولكن عنده جوج جدد نصوص عظيمه ثلاث نمور حزينه فرواتري ستيغر وعنده واحد الروايه انا كملتها دابا هو تيهضر على حياته النساء اللي عرف في الفتره ديال المراهقه انا من اعظم ما قريت في حياتي هذا النص تيهضر على والو ولكن دائما كاين القريه وكاين دوك البدو اللي جاوا معاه وكذا فلافان تتلقى الاشكاليات اللي عندنا نعيش في مدن ليست مدن نعيش في مدن ليست مدن مدن معاقه مدن يساء تسيرها مدن كذا مدن ما عندناش فضاءات اللي نتلاقاو فيها هذا بحال لافان اللي كتبوا عليها بزاف ديال الروائيين تتلقى هذا لذلك احنا راه ما غاديش نستافدوا بزاف من الروايه ديال باريس ولا الروايه ديال لندن ولا ريون ولكن غادي نستافدوا بزاف من الروايه ديال بونيس ايرس وديال لافان وديال مونتي فيديو وديال مكسيكو شكرا سي جواتي باش نمروا سريعا للروايه ديال ثوره الايام الاربعه وهي عمل من اربعه اجزاء
الجزء الأول هو اللي خرج، وهي رواية تستعيد الأحداث ديال مارس 1973. سولك بعدا شنو ما هو السبب اللي خلاك تكتب على هذه الأحداث؟ واش انت وقعوا ثلاثة الحوايج في الحومة ديالنا عندهم علاقة ب 73. اللي قرا كتيبة الخراب غادي يلقى واحد الفقرة دائما، إلى الرواية اللي غادي نكتب دائما تتكون في الرواية السابقة، لأن هاد ثورة الأيام الأربعة كنت نحضر ليها مع المغاربة. و ثلاثة الحوايج، الحاجة الأولى واحد ثلاث مع الخمسة ديال ثلاثة نهار ثلاثة عندنا السوق مع الخمسة ديال الصباح، الخمسة ديال العشية الناس تيرجعوا من السوق وداكشي. أنا صغير ساعة عندي 10 سنين تنشوف واحد جوج شاحنات ديال العسكر جايين، هربنا دخلنا، لأنو ديك الساعة كانوا دايرين حظر ديال التجول وداكشي، غادي يمشيو للبار اللي قريبة لنا، غادي يخرجوا لنا واحد السيد تشامير بيض وحفيان، هذا اسمه مصطفى الخياط، اللي رجع للمذكرات غادي يلقى سميتو مصطفى الخياط. هذا مصطفى الخياط كان صاحب الأخ ديالي، تيقولوا لي مصطفى الخياط. هذاك المشهد مع عمرو ما، لأنه مخرج هنا بالكلاشينكوف وهو اسمه، وتيدفعوا وما يطلعوه لواحد الشاحنة ومشاو. المسألة الثانية هو كان عندنا حنا واحد الفريق ديال كرة القدم في كاسون، تي ظاهرة جاءني منها، حيت كانت هو الخزان ديال الفرقة، بزاف ديال اللعابة كبار لعبوا في الفرقة، كان اللي تيلعب مزيان في هذاك الفريق تيلعب العشرة، واحد اسمه بامي، وكان كلشي تيتنبأ ليه أنه غادي يكون لاعب كبير ويلعب حتى في الفريق الوطني. هذاك بامي لما داو هذاك مصطفى الخياط الخد ما بقاش، تتقلب عليه مو با إلى آخره ما لقاش، اختفى. من بعد واحد العام عامين شي تيقول مات، شي تيقول كذا كذا كذا، جاتهم واحد الرسالة حطاني شي واحد في الدار من قال لي رانا في ليبيا، فغادي كاين الاكتشاف أنه هذاك بامي راه توفى مؤخرا، راه كان في التنظيم السري، لذلك غتلقاو كاين واحد ارباء تماك، لانه باقي انا باش ندير ليه واحد لوماج واحد التكريم، لانه غادي يتسائل واحد ما علاقه واحد الكره فعلا. ملي كانوا المساله الثالثه هو المقبره اليهوديه، هي المقبره اليهوديه، وهذه غتلقاوها في الجزء الرابع. انا كنت الجنان ديال الجدي اللي هضرت عليه فاسمو كان حدا المقبره اليهوديه، وكنا حنا تنلعبو تماك، وفي العشية تنجيبو النعناع وداكشي، وكان الديور كلنا عندنا قنية وهذا تنجيبو ليهم الزيادة واحد البلاصة حدا السيارة، كان بالنا واحد السيد، ولكن تنشوف واحد الحركة مريبة، واحد الحركة مريبة في هذاك المكان. هذاك السيد كان متكي على الحيط ديال المقبرة اليهودية، شوية 40 ديال الناس، وكانوا شي طوموبيلات يمكن يتذكروا الناس، داسك حديد لي داسك كانوا عند الامن، تنشوفوا شي 6 ولا 7 جاو، وشي بعضين دخلوا بالمقبره، وشي 30 واحد جاو وداروا هذاك السيد وما يشدوه. شوف انا راه ما فهمتش شكون هذاك اللي شدو، حتى تنقرا المذكرات ديال هاد الناس، ان واحد غادي يمشي عند شي مقاوم وغادي يقول له رجع ثلاث في العشيه حدا المقبره اليهوديه وغادي نعطيك باسبور مزور، وعطيو الفلوس باش يمشي للجزائر الناس. هو مشى باعو وجاو في ذاك الوقت شدو مع الخمسه. غادي تقولوا لي علاش كتبتي هذه القضيه؟ لانه في هذاك التنظيم السري كان قال لهم الا فشلات القضيه، الا فشلات خصكم تجيو لبني ملال، غتلقاو حدو عبد العليم هذا اللي فهمتو اللي يتبع معاكم هذيك الحلقات غادي يعرف من الرموز ديالها، حدو عبد العليم ديال تنغير، راه فين بقى تالفلوس؟ في بلاد وفي بلاد. علاش؟ كاينين الفيرمات كاينين الجنانات، ديك الساعة بلادنا صغيرة، يستحيل تلقى واحد
اولا الفيرما تيجي والعمال من قلع السراغنا وداكشي وما عندهم لا لاكارت لا حتى شي حاجه وضير دوك اللي بقاو 3 شهور 4 شهور 5 شهور في بني بلاد. ثم كان عبد الغني بوسط الله يرحمه كان هو اللي مكلف تما كبر نسخ كان ديك الساعه بوغرين مدير كان انا كان صديق ديالي بنعيلات دار مذكرات ديالو هو دار مذكرات ما هضرش على هادشي بزاف لانه كان ديك الساعه دخل ولكن دخل هو لانه مشى لصبابيا السبب انه قال لهم تتخربقوا هادشي راه ما غادي يؤدي حتى لشي حاجه ودار عليهم ولكن هو كان تيعرف الاشخاص فهاد المساله الشخصيه كون انا كل روايه تنبرى منها بشي حاجه ليل الشمس بريت من هذيك القضيه ديال الجفاف ديال الثمانينات العقلية ديالي فلاحة كنت نتعذب أنا إلا ما صبرتش حتى الآن وكتبت هذيك الرواية كتيبة الخراب كتبتها على ديك المذبحة ديال الزيتون وهذا زغاري الموت كتبها على واحد الأسرة يهودية كانت هذيك أمي تتركبني وتديني لعندهم وتنعقل ديك الرقاق والسخينة وتنلعب مع واحد ولدهم وتتعطيني المزاحة عندهم واحد المزاحة وكذا ذكرى ديال الطفوله ديالي كانت صاحبه لان امي كانت في القصبه وخرجنا لواحد الحي جنب المدينه كان فيه واحد السكن وكانت تتركبني وتديني وتلعب مع هذاك الولد واحد الوقت كانوا جابوا واحد الشبكه وتلعب انا وياه الكره انا في الشبكه وهذا وهذيك اولا هذيك الصديقه ديال الوالده وكتبت هذيك الروايه مع كامل الاسف هذيك الروايه سيئه الحظ واخا انا تنعتز بها وادمو كتب عليها واحد المقال والترجمات الفرنسيه ولكن الناس ما قراوهاش انا اتفقت مع الناشر غادي نعاودو نديرو ليها شي طبعه جي كل نص كتبتو عندي علاقه شخصيه معاه عندها علاقه شخصيه نقول لك بان هذاك النص كتبتو انا ليا انا بالاساس ومن الحوايج اللي زعما راه كاين واحد القدر ديال الكتابه عجيب هذيك مدام ايتاس مدام ليتاس هذيك الاخر ديال سرمد ديال سرمد هذيك الله العظيم بالمناسبه قبل من الاخر هذوك الشخصيات هذوك الشخصيات اللي كاينين الفيتنامي هما شخصيات حقيقيه لا غير البروفيلات بحال كان هوشي مين لا لانه في هذيك المنظمه السريه وهذا من بين كانوا فيهم ناس سلفيين متدينين فيهم ماركسيين لينينيين فيهم قوميين فيهم ناس قبليين ايضا لاش لا هما كانوا جبهه مفهوم سياسي ديال الجبهه ما كانتش عندهم وحده ديال النظره الايديولوجيه شنو بغاو لذلك غتلقى دابا هادشي غادي يبان في الاجزاء اخرى غتلقى رجل السلطه وتلقى كذا وتلقى لما كانوا معاهم جوج قياد وتلقى منفاه كانوا معاهم جوج قياد تماما راه كانوا معاهم بشير هذيك فيها قيد البشير لانه القيد اللي تنهضر عليه هو القيد البشير الله يرحمه هو اللي قتل الكوميسار وطلعوا دابا انا تنزدي واحد الحادث وقع الخليه ديالك تما يسمى بالخليه الخليه ديال ايميجي لا هذاك الشيء ديال افلاكو هذاك الشيء ديال بنونه ديال بنونه هذا في الروايه زديت القضيه ديال بالحب وقيد البشير اللي وقعت في 61 مع غتقول لي علاش زديتي هادو لان لو درت الحدث في 61 ما يعطينيش نكتب الاجزاء لانه خصني نهضر على شنو وقع في الستينات وهذاك الصراع ديال مع الحركه الوطنيه هذاك الشيء كله غادي نعاود نرجع ليه فبالتالي زديت انا زديت جوج الاحداث ولكن في هذوك البروفيلات ديالهم هما اللي كانوا في المنظمه السريه كل واحد اللي غادي يهضروا على حياته وكذا في ديك الليله في الجزء الثاني الفيتنام اللي غادي يبداو يشربوا غادي يبدا يعاود حياته هو عجيبه لانه رباه واحد الكولونيل روسي جا مع لا ليجو باش ما نخسرش لكم اسمو غتلقاو بان واحد العالم هذا فالفكره اللي بغيت نقول هذيك ديال ليتاس والله العظيم باش تبان لك شي حاجه راه شي حاجه اللي تطرخ كانت واحد الاخ ديالي مشى في 83 لستراسبور لا مشى في 82 تعرف على واحد الفرنسيه اسمها اني ولات تجي عندنا للدار هذيك اني تزادت في بني ملال ولات عندنا واحد العلاقه معها كبيره تجي واحد الوقت جات كاع خدمات في بني ملال انا كنت واحد الوقت
تنشتغل على محا حمو باش ندير حارس في محا حمو، لان انا قريت في محا حمو وتنقول خصني نكتب على هذه المؤسسه. لقيت هذيك جوليا ميتاس ومع البير ميتاس، مشيت قلبت عليهم لقيت واحد الكتاب مخطوط، المهم صوروا لي واحد السيد ولا عندي غابرييل ديو، هذا المقيم العام اللي كان في 47 جابني من لهنا. كان البير ميتاس مات، تنقول بانه البير ميتاس وجوليا ميتاس عندهم ربعه ديال البنات، جوج باينين في التصويره الاخرين شكون اني وكذا، ما بقاوش. درتهم انا مع الحارس، والحارس ولا شاد ديك التصويره واللي تلاقى معاه تيقول ليه شوف عادي، تيقول ليه شوف هاد التصويره، تيقول ليه راه فيها، تيقول لي هذا المقيم العام وهذه مدام نيتاس وهذه جوج بناتها، تيقول لي ايوا، تيقول لي وعلى ما تسالتيش انت بنات اللي طاس جات فين كانوا؟ راه باش يسولوا فين كانوا، يقول لي راه كانت خلاتهم عندي، بمعنى انه الحارس ما كاينش في الصوره وتيبغي يولي حاضر في الصوره، انه هو الغائب في الصوره لانه غايبين هذوك جوج. بقيت واحد المره تهضرت مع الاخ، قلت له جي شكون هما هاني اللي كانت تجي عندي؟ قال لي جوليا ميتاس. انا راه ملي تنكتب وغادي نهضر على اني وكذا، ما عمري في بالي ان هذيك السيده اللي كانت تجي عندنا للدار كل صيف راه هي اللي غادي، بحيث الكتابه قاتني ليها، ماشي التذكر، الكتابه. هذيك اني اللي ما كانتش في الصوره وكذا راه بقات مع الحارس، قال لي هذيك هذيك اني بنت من؟ قال لي راه بنت موجيليا ليزر. قلت لي راه صدقت نكتب واحد الروايه عليهم على امها وعلى باها. فهذه القضيه كلها هي الطفوله، واعتقد بانه الا بديت تكتب شي حاجه صادقه تكتب على نفسك، تكتب على نفسك هادشي اللي كاين، وهذا هو اللي كاين. الروائي اذا اراد ان يعني يكسب قلوب القراء يجب عليه ان يكون صادقا فيما يكتب. المهم لكي لا نحتكر الكلام، غادي اولا ارحب مجددا بهذا الحضور النوعي الجميل لكي تكون أساتذة وباحثين وإعلاميين ومهتمين. يعني نحن في غاية الفرح والسرور أننا كنستقبلوا هذا الجمهور النوعي الجميل. ونقول لك السي الآخر، كاين الناس كيقولوا بأن ما كاينش القراءة، ما كاينش الاهتمام، ما كاينش، وأنا بان لي أنا هذا ثورة الأيام الأربعة. أنا وهذا شخصيا واحد النهار مشيت لدار الامان كنقلب على شي كتاب، فنقول لك في جوج دقائق ديال الوقت ولا ثلاثه جاو شي خمسه الناس ولا سته كيسولوا على ثوره الايام الاربعه. خرج منها ٣٠٠٠ نسخه 23 يوم اتصل بيا قال لي راه نفدات ورحنا تنديروا الطبعه الثانيه وباش نتاكد خلصني في الطبعه الاولى، زعما راه مؤكده ماشي اسمو. انا مشيت قال لي سير شوف الكونت في 23 يوم، علما بانه 3000 مشات غير بين الدار البيضاء والرباط، راه في مدن بزاف باقي ما اذا عندنا المسائل اللي كيقولوا لنا على ارقام القراءه المتدنيه يعني تحتاج الى اعاده نظر، لان فعلا القارئ ها كتكون جوده. اذا انا نعطي الكلمه للحضور الكرام اللي بغى يدخل. شوف نقول لكم واحد القضيه على هذه المساله ديال القراءه، انا ديما قلتها ويمكن شي مره نديفلوبي فيها شي حاجه نكتبها. المراه في المغرب ولات تقرا، شتي المغاربه كيفاش تقرات؟ انا كنت تنتبع اول من بدات يكتب عليها هما النساء، اما في جمعيات ديال القراءه اما عندهم شي دار. انا حضرت في سته النوادي ديال القراءه في الدار البيضاء اللي تسنى ليا انني نحضر فيهم، اما هذوك السته تتجي 30 ولا 40 سيده كلهم جايين بنسخه ديالهم، ماشي غير جايين بنسخه، كاين اللي قاريها جوج مرات ولا ثلاثه المرات
وفيهم مهندسات ودي فارماسيا إلى آخره. إلى قريتوا عن الرواية في روسيا في الفترة اللي إحنا لأنه إحنا عندنا واحد تخلف تاريخ المرأة هي اللي بدأت تقري الرواية الروسية تدي المرأة الروسية كالليالي الروسية تتعرفوا طويلة من الخمسة ناس وشنو تدير لولادها. كانت هذاك الرواية تتخرج في المجلات كل أسبوع تتاخذها تتبقى ملاهية الدراري على الأقل باش تشدهم حتى الثمانية حتى التسعة. كون النساء دابا حنا في واحد التحول كبير في المغرب، المغرب غادي في واحد الصيرورة ديال التأنيث ديال أن المكان أن المرأة تاخذ المكانة ديالها. أول من غادي يستافد من هذه الوضعية هي الوضعية ديال القراءة والثقافة. أنا تنعتقد بأنه الثقافة المغربية لو ولات تفيد النساء ستكون أفضل. المرأة إلا بغات شي حاجة وباتت تبغي كل شيء يقراها معها. وهذه القضية أنا تنقولها لكم عن قناعة، عن قناعة كنت نحس أنا بهذه المسألة. لذلك كان ممكن هذا الجزء تتعرف من مورا المغاربة كانوا تيقولوا لي واش كنت تكتب شي نص يثير الاهتمام بحال هذه المسألة. أنا نقولها للإخوان اللي أنا النص لما تنكملو راه تنعطيه للأصدقاء ديالي تنعطيهم اللي أنا تنثق فيهم قراء كبار تنقول لهم الحاجة اللي ما عجبتكمش تماك ضربوا عليها علموها ليا بالحمر. قول لي بأن مثلا هذا الجزء كان فيه 36 صفحة وأنا كان 400 وشي حاجة فيه واحد الفصل قدام هذا البطل تيهضر فيه. الإخوان اللي تنثق فيهم قراوا النص قالوا لي ودي هذا النص الديفوال الرباعية تيقول شنو غادي يوقع. اللهم بدا من نص محمد الأشعاري قال لي بداها من هذاك الفصل دابا حيدته كان غادي ريكيبيري في الفصل الرابع ولكن ماشي بهذاك. خاص واحد ما تاخذوش العزة راه النصوص اللي تتفوز بكونكور راه تتعطى لكاليبار تيشتغلوا عليها 12 واحد واحد تيقابل الأسلوب واحد تيقابل الحكاية واحد تيقابل على الفصيلة والخيط راه لا نمي ساكري هذا راه عاودوها معها خاص الكاتب ما تكونش عنده هذا النص لما نكتبه مخطوط نعطيه للناس يعاودوه معايا يقولوا لي. مثلا انا كنت داير بزاف ديال النعود تما واحد الصديق ديالي هو اللي هديت لي الروايه هو قارئ انا تنعرفو من الصغر بحيت الروايه العالميه كلها قال لي راه النص عندك فيه النعود عاودوه راه تتكثر هذه القضيه. حسان بورقيه قال لي علاش خليتي حيدتي النعود مزيان لان الروايه مكتوبه بعاطفه وبقيت بيناتهم واحد يقول لي لا قال لي لا بالعكس خصك تخلي. المهم هذاك النص ما خرجته حتى مجموعه ديال الاصدقاء تنطلب رايهم تنقول لهم الا شي حاجه ما عجبتكمش كذا كذا كذا. وانا مستعد حتى الجزء الثاني واخا نعطيه لكم كامل تقراو وتقول لي هذه راه ماشي مزيانه. انا بالعكس ما نكرهش النص ديالي قراو 30 واحد ويصحوه يقول لي هذه خطأتي فيها هذه ما مزياناش هذه. لانه اللي مهم شنو هو النص لما يخرج يكون فيه حد ادنى دياله تيحترم هذاك القارئ. فهاد القضيه راه درتها في المغاربه كان عندي 70 صفحه على هذاك الباشا طه في مصر. أصدقائي ديالي قال لي وانت كاتب روايه على المغاربه علاش تهضر عليه في مصر؟ هاد الشيء يمكن تدوز عليه بسرعه. هذيك 70 صفحه راه خليتها ممكن تكون شي نواه شي حاجه اخرى ولكن كان ملي تتفكر تتقول اودي. وانا لحسن حظي عندي بعض الاصدقاء تيقراو زعما تيقراو داك الشيء اللي بواحد الصرامه ولا مجامله ولا كذا ولا هذا تيقول لي هذه ضعيفه هذه ماشي مزيانه هذه عاود هذه القضيه وتدير هذاك الشيء لانه هذه هو العمل.
أضيفوا أننا نعطيها الناشر ويدير هذاك الشيء، الناشرين ما تيديروش هذه المسألة، خصنا حنا نديروها، خصنا حنا نديروها. تتبان لك شخصيا تقرا بزاف ديال النصوص، مثلا النص الاخر اللي فاز بالبوكا دفاتر الوراق، راه اللي قراه من الناحيه اللغويه راه مصيبه، راه في الفقره الاولى ثلاثه الاخطاء، في الفقره الاولى كيفاش تعطي جائزه عربيه؟ راه العمل الروائيه هو عمل في اللغه اولا، الادب هو عمل في اللغه، الا ما كانتش اللغه و تيجي واحد تيقول ليه ورغم اخطاء هذا النص الاخطاء اللي كذا ديروا طبعه، قولوا له دير طبعه وصحوها الى بغيتوا تعطيوه، وعندكم الامكانيه تصدروا نتوما طبعه ومعموها في العالم العربي. واش قرا فيكم شي واحد هذاك النص؟ ايه عامر فيه بعض الهنات اللغويه، ماشي ولكن ربما الادهاش ديال النص كان في جوانب اخرى، ولكن كما قلت انت اللغه هي الاساس، الا ما كانتش اللغه راه لا. شوف راه شوف راه ما كاين حتى شي عذر النص. انا ماشي قلت واحد حكم قيمه دابا على النص، قلت لك هذا النص كان خصو يتراجع تماما، ما عندناش يرجعوه هو ولا يراجعوا، لانه دور النشر اللي تتحتار نفسها راه تتراجع. تمام. انا يمكن نخطا، يمكن نخطأ في النحو، يمكن نخطأ في اللغة، ويمكن كروس غاليمار كان تيرسلني باش يصحح الأخطاء اللغوية، تيرد ليه هو هوانيش تيدير فيهم فقرة، تيرسلني تاني تيدير تيقول لي أودي راه بغيتك تصحح الأخطاء اللي كاينة، هو تيعاود يحكي. هاد المرة مؤخرا كتاب القارئ الأخير لواحد الأرجنتيني من سلالة بورخيس كيهضر فيها على فلوبير. فلوبير كان من كبار يعني الفلاحين ومن كبار المحتاطين في اللغه، هو اللي قال لهم اجمل امراه في العالم لا تساوي فاصله في غير موضعها، ومع ذلك اكتشف له جيمس جويس ثلاثه ديال الاخطاء ولا مادام بوفاري اربعه الاخطاء اللغويه يعني كبيره. رجع لمدام بوفاري، العينين ديال مدام بوفاري في الروايه، عينين ديالها راه وصفهم زرقين وقهويين لا ربما كيتبدلوا معاها، لا ما يمكنش كيتبدلوا معاها. شوف رجع لمدام بوفاري شوف كيفاش وصف العينين، نسى تيقول بانه قهويين من بعد قال زرقين من بعد، ما يمكنش ما كانوش العدسه ديك الوقت. غادي نعطيكم الكلمه دابا. نجحت المغاربه هو اللي مهد طريق لاقدام النجاح ديال الروايه الحاليه. شوف هاد القضية ديال النجاح راه نسبي، دابا إلى شنو هو نجاح واحد النص؟ هو الصمود ديالو، راه يمكن يكون نجاح كاذب، خص واحد ما يتغرش في هادشي ديال الأدب، راه عمرو ما يتغر، يمكن يكون واحد الصيت كاذب وما عندو حتى أساس، راه بعض النصوص راه بيعت بمئات الآلاف، ما يذكرو حتى شي واحد دابا، النص أنا شخصيا لما تيقول لي واحد قريت الرواية جوج مرات ولا ثلاثة وتنحس باغي نقراها، هذاك هو النجاح الحقيقي، لا روليكتيف، هو النص تكون فيه شي حاجة ديال أنه راه يمكن نبنيو حنا دابا واحد المجموعة، نبنيو واحد الآلية دعائية وندفعو 10,000 مغربي، 20,000 مغربي يمشيو يقراو نص ويشريوه ويتكتب عليه في الفيسبوك عشرات ويقال فيه هذا نص كذا، هذا الشيء لا ما عندو حتى شي، والذي اغتر بهذا الشيء راه ماشي كاتب، الواحد خصو أولا يكون متواضع، يعرف بأنه الكتابة واحد من راه أنا بعدا شخصيا ماشي تنستعمل في الكتابة، أنا أبدأها دائما في أي نص تنقول هذا هو النص اللي غادي نكتب مزيان، بالنسبة لي النص دابا مابقاتش عندي شي علاقة عاطفية مع هذا، ولات مع النص اللي غادي نكتب من بعد
راه حتى شي استجواب خطأت كاع في الاسماء ديالو، بمعنى ان النص ما بقاش في بالي. انا في نظري كتبت واحد النص مهم بزاف، هو كتيبة الخارج، نص على مدينة، على مدينة هي البطل. و من تموش لي ناس ودازين ابيرسيو وكذا ولا خيرك ما تعرفش هاد القضيه ديال علاش كاين شي حاجه نص خرج كتب عليه السي محمد براد، كتب عليه بعض اسمه وبعد مثلا واحد الدونتيست انا باقي تنذكرها في الجديده قال لي اهضر مع الناشر يخرج 1000 نسخه على حسابي في هاد الروايه، عجبته بزاف. سي محمد الناصر الجيوغراف قال لي انا شريت 10 النسخ اللي جا عندي تنعطي هذاك النص، ولكن واش كان عنده شي صيت ولا شي حاجه؟ نهائيا النصوص المغربيه تتجاور في النسيان. سي شوف بلاتي نقول لك الحق، الحاجه اللي مضمونه في المغرب الاليات، ما عندناش مؤسسات وما عندناش تعليم منهار والجامعه وصلت للحضيض وكذا وكذا وكذا، الشيء المضمون لاي نص هو النسيان. انا دابا لما تنشوف الناس باقيين تيكتبوا على المغاربه، لان من 2016 الى الباح تكتبوا عليها 5 الكتوبه وباقي تيخرج هذه القضيه. تنقول بما انه كاين اللي تيقول لي باقي تنعرض باقي مطمئن، ولكن راه ما كاينش شي ضمانه ان راه هذا النص الجيد تحكم عليه من مورا 50 60 سنه. تيحيد ديك لا كونجونكتير الظرفيه، واش غادي يصمد ولا ما غاديش يصمد. لذلك دابا ما تقولش بان المغاربه راه نص مهم ولا هذا، انا ما غاديش نكون سي جوتي كيزحمنا الوقت. كما قلت لك كلامك ممتع ومفيد، ولكن بغينا نعطيو شويه ديال الوقت لثوره الايام الاربعه. انا كنحس في ثوره الايام الاربعه كنقرا كنلقى بان في بعض الاحيان كيصبح الخطاب هو من اجل التامل في مفهوم الثوره. ما هي الثوره؟ كيف ينبغي ان تكون؟ ما هي محاذيرها ومزالقها؟ نعطيك مثلا بعض الاستشهادات تقول ما في الثورات انها تستغل لتصفيه حسابات صغيره. تقول ايضا القوا بالثوره لتلقفها الشعب، وربما هي هذيك أن الثوار في تلك الفترة كانوا يشعرون بأنهم سيقدحون زناد هذه الثورة وسيتبعهم الشعب بعد ذلك، لكن العكس هو الذي حصل، فباءت الثورة للفشل.